اي فرقه في العالم لما تنزل تلعب 3 1 4 2 اعرف ان هي نازله تعمل جيم هجومي الا اتلتيكو مدريد ديجو سيميوني. اول ما تلاقي 3 1 4 2 اعرف ان هو يلعب 5 3 2 على طول. 3 1 4 2 دي بتتحول في الحاله الدفاعيه ل 5 3 2 مع رجوع رينان لودي ومع رجوع لعيب زي ماركوس يورينتي عشان نلاقي 5 في الدفاع، يورينتي سافيتش خيمينيز رينالدو مع رجوع لعيب زي رينان لودي بقينا 5 في نص الملعب. كوكي بينزل خطوتين هو ورودريجو ديبول علشان يساعدوا لعيب زي هيريرا في نص الملعب. كده بقت 5 3 2 مع وجود جواو فيليكس وانطوان جريزمان اتنين مهاجمين. شغلك الهجومي واضح انك رامي طول كله على جواو فيليكس وعلى لعيب زي انطوان جريزمان مع انطلاقات لرينال لودي ناحيه الشمال ومع انطلاقات برضو ناحيه اليمين لماركوس يورينتي. بتعتمد ان الاثنين عندهم سرعه ارتداد من الحاله الهجوميه للحاله الدفاعيه، ودي ميزه انك يكون عندك هويه حاجه مميزه جدا في كره القدم عكس مانشستر يونايتد الناحيه الثانيه. يونايتد الناحيه الثانيه اللي يعني لسه راجع من فوز قدام توتنهام 3-2، بس الفوز ده كان عنوان الاول والاخير هاتريك كريستيانو رونالدو. ومعنى انك تتكلم على هاتريك رونالدو انك لسه بتتكلم ان مانشستر يونايتد بيكسب بفرديات، ودي الحاجه اللي كنا بنتكلم فيها في بدايه الموسم ان يونايتد عنده مشكله ناحيه الباك الشمال والباك اليمين. لا لوكشو ينفع يكون باك شمال مانشستر يونايتد ولا وان بيساكا ينفع يكون ان هو باك يمين مانشستر يونايتد. مع غياب لوكشو اليكس كريس موجود مكانه والناحيه الثانيه ديجو دالت. هل دي الاسماء اللي تقدر تشيل مانشستر يونايتد كباكات؟ طبعا لا. فريد وسكوت ماكدوماناي موجودين في نص الملعب والشهاده لله فريد عامل مباراه عالميه مع وجود هاري ماجواير او هاني ماجواير وجنب رافائيل فران. القصه بالنسبه لماجواير متعبه جدا لان ماجواير ما ينفعش ان هو يكون كابتن مانشستر يونايتد بكل المقاييس. لعيب لا يمتلك شخصيه قياديه، لعيب في المواقف الكبيره بتلاقي ان هو تاه وضاع منك. طب حتى الكور الثابته ماجواير بيكون خطير فيها. والله النهارده ماجواير طلع في واحده ثابته كريستيانو رونالدو بيتحمى فيه فهو ضرب كريستيانو رونالدو سعادتك. طب بيعرف يبني هجمه من تحت، بيعرف يبني هجمه من تحت ايه؟ ده في كوره استلمها من دخية فضل يلف حوالين نفسه ورجعها لدخية تاني ودخية شلت ورودريجو ديبول رضاها وبقت هجمه لصبيح صالح اتلتيكو مدريد، اللي هو بسم الله ما شاء الله. طب هو الراجل ده نافع في ايه؟ لا مؤاخذه علشان خاطر يبقى كابتن فريق ويكون موجود كل مباراه اساسي. الجنسيه انجليزي، بس كده هو الكلام كده واضح ووضحت الدنيا بالنسبه له. طب برونو فرنانديز اللي في الماتشات الكبيره كالعاده لسه بيستخبى وبرونو فرنانديز مش بنلاقيه. برونو فرنانديز النهارده كان مفترض ان هو يحرك مانشستر يونايتد، بس برونو فرنانديز لما كان في زحمه في نص ملعب اتلتيكو مدريد ديبول مع هيكتور هيريرا مع لعيب زي كوكي لقينا ان برونو فرنانديز ضايع. مع الضرب كتير كان شغال في الملعب لان حكم المباراه للامانه سيء جدا. برونو فرنانديز قد يكون استحق ضربه جزاء اثناء تدخله مع رينالدو بس الكره ما اتحسبتش. انا شايف ان هي ضربه جزاء لان برونو هو راح استلم الاول وحط رجله ما بين رجلين رينالدو فاعتقد ان هي ضربه جزاء. مع الضرب الكتير مع عدم احتساب ضربه الجزاء دي لقيت ان برونو خرج بره المباراه اكلينيكيا. طب كريستيانو رونالدو المفترض نلعب له عرضيات؟ للاسف الشديد كريستيانو كان بيعمل حاجه النهارده بالنسبه لي كانت سيئه جدا وهو ان هو كان بينزل كتير لان كان شايف ان الفرقه صنع اللعب بتاعها مختفي فكان بيحاول يكون هو صنع اللعب. بس لما انت تكون صنع اللعب هنرفع عرضيات لمين؟ ما تقوليش برونو هيخش ونرفع له عرضيات وسط خيمينيز وسافيتش، صعبه جدا. هتقولي ايلانجا وترفع له عرضيه ولعبها بطريقه جميله جدا بس تالق اوبلاك فرق، هقول لك ما هو اوبلاك النهارده مان اوف ذا ماتش بالنسبه لي في اتلتيكو مدريد. اوبلاك مطلع النهارده كورتين ما طلعوش بجانب ان ديخيا مطلع واحده جميله جدا من رودريجو ديبول. كانت مباراه حراس مرمى تقال زي ديخيا واوبلاك. بس شفنا ان الهجمتين اللي راح بيهم اتلتيكو مدريد الشوط الاول سجلهم اهداف. الاولى اتحسب الاوفسايد على ماركوس يورينتي من ناحيه اليمين والثانيه تم تسجيل هدف عن طريق ناحيه الشمال اللي كنا بنتكلم فيها زيادات رينان لودي الهجوميه. لان زي ما قلت لك باكين مانشستر يونايتد لا يصلح ان هم يكون باكين لمانشستر يونايتد. طب نص ملعب مانشستر يونايتد مع بطئه الشديد جدا في تحضير الهجمه كان بيساعد اتلتيكو مدريد ان هو يرجع في الحاله الدفاعيه. ومعنى ان اتلتيكو رجع في الحاله الدفاعيه انك مضطر تلعب عرضيات بس للاسف الشديد كريستيانو اللي هتلعب له عرضيات عمال ينزل لتحت. فشكل هجوم مانشستر يونايتد الشوط الاول كان عقيم جدا جدا. طب الشوط الثاني في حاجه اتغيرت؟ لا، سيميوني قرر ان هو خلاص بقى احنا سجلنا الهدف الاول عن طريق رينال لودي، خلاص هنرجع ندافع بقى.
عم سيميوني ده لسه بدري قوي. لا انا تابعت الماتش اللي فات من اول نص ساعه، مش رافع الماتش ده. وبصراحه سيميوني لما قرر يدافع شفنا شوط تاني ممل جدا من جانب اتلتيكو مدريد، شوط تاني كله اعتماد على الهجمات المرتده مش بتطلع نص الملعب. شفنا ان رينال لودي بدا ان هو يقف شويتين ورا، شفنا ان ماركوس اورينتي بدا يقف 3 4 شويات ورا ما بيزيدش خالص وساب الزيادات لرينال لودي، شفنا رودريجو ديبول وشفنا كوكيا ادوار دفاعيه بحته، مفيش حاجه اسمها ادوار هجوميه. الشوط الاول كان ادوار على مراحل، انما الشوط الثاني بسم الله ما شاء الله لعيب زي كوكي ما كانش بيعدي هنا، اللي هو كوكي خلاص ما ينفعش يعدي. طب التغييرات بتاعته كانت واضحه جدا، الراجل شغال شغل دفاعي بس، مطلع كوكي ومنزل مكانه كوندوبيا، وبرده طلع لعيب زي جو فيليكس في النهايه، وطلع انطوان جريزمان، بس دول كانوا تغييرات في الاخر خالص. نزل انخل كوريا في الدقيقه 90 وفيليبي في الدقيقه 90، يعني طلع مهاجم اللي هو جواو فيليكس ومنزل فيليبي مساك اللي هو بسم الله ما شاء الله سيميوني كلاحه. بس برضه هرجع اقول لك ليه شكل، يعني هو كلح ونزل يدافع وعايز يخطف الماتش بطريقه دفاعيه بس ليه شكل. طب يونايتد الناحيه الثانيه بقى كان ليه شكل دفاعي او شكل هجومي؟ والله يونايتد الناحيه الثانيه بصراحه رالف رانجينيك شاف ان هو عنده مشكله في نص الملعب، وان هو مش عارف يطلع بالكوره، ومش عارف يلاقي صانع لعب، ومش عارف يلاقي سترايكر يلعب له عرضيات، فقرر ان هو اول حاجه يعملها ان هو يطلع برونو فرنانديز، وبصراحه كان قرار ما زعلتش عليه كتير لان برونو كان تايه جدا جوه المباراه. طب بعد كده قرر ان هو ينزل نيمانيا ماتيتش ويطلع اسكوت ماكتوميناي وبول بوجبا مكان برونو وماركوس راشفورد مكان انطونيو إلينجا. طب هتقولي ايه ده راشفورد موجود عنده على الدكه ما بداش ليه اساسي؟ ما هو راشفورد عنده مشاكل في موضوع تجديد العقد والمشاكل بره الملعب بالنسبه لراشفورد اكتر بكتير جدا من اللي جوه الملعب، بعيد عنك لعيب بيستعبط على الفرقه، فعادي يعني كل الحاجات دي بتحصل هناك في مانشستر يونايتد. وفي متى ما كان هاني ماجواير في الدقيقه 84 بعد ما خلاص شاف ان اتلتيكو مدريد ما بيعديش نص الملعب وشاف ان هو مجبر ان هو يلعب عرضيات، إيدسون كافاني مكان فريد. طب هل مانشستر يونايتد كان قادر ان هو يعمل حاجه بعد التغييرات دي بعد ما شفنا ان مفترض في اتنين في العمق بتاع اتلتيكو مدريد قدام خيمينيز وقدام سافيتش وقدام لعيب زي رينالدو، كان مفترض ان في كريستيانو وفي جنبه إيدسون كافاني، هل اتلعب عليهم عرضيات كتير؟ للاسف الشديد ما اتلعبش عليهم عرضيات كتير، ولا مانشستر يونايتد كان قادر ان هو يرفع عرضيات كتير، لان برده كريستيانو كان بينزل تحت كتير لانه كان شايف ان مع وجود بوجبا ومع وجود نيمانيا ماتيتش مش قادرين ان هم يطلعوا بالكوره، ودي واحده برده من الحاجات اللي تحسب على كريستيانو ان هو كان بينزل تحت كتير قوي النهارده، فده اللي كان بيمنع ان هو يتلعب له عرضيات. اتلتيكو مدريد عمل مباراه دفاعيه ممتازه جدا جدا الشوط الثاني، حته بيعرفوا يعملوها شغل اتلتيكو مدريد سيميوني بيعرف يعمله، هات هدف وارجع نام عليه. شغل اتلتيكو مدريد بيعرف يعمله من زمان قوي، مع تغير اللعيبه لسه نفس الهويه بتاعتهم هي. لما بيكسبوا بتحترم المثابره والالتزام التكتيكي بتاعهم، ومع وجود حارس مرمى متالق زي اوبلاك بيقدر ان هو يشيله لعبتين ثلاثه جوه المباراه بيكونوا صعبين جدا ما يتشالوش، بس تالق اوبلاك بيخليه ان هو يشيلهم علشان تطلع بعد المباراه تسقط للمنظومه الدفاعيه. لو خسروا هتقعد تشلف فيهم لان المنظومه الدفاعيه بتاعتهم بتكون ممله جدا، ما بيقدروش ان هم يروحوا هجمات مرتده كتير، ما بيقدروش ان هم يصنعوا او يخلقوا فرص كتير على مرمى الخصم، بيكتفوا بس بالحاله الدفاعيه، مع ان الفرقه دي فيها لعيبه كوره كويسين جدا ويقدروا ان هم يعملوا هجمات ويقدروا ان هم يبنوا كوره، بس هو المدير الفني عايز كده، والراجل مشغلهم على شغل واضح جدا وباين حتى في الاوت، الاوت كان بيدي تعليمات لرينالدو ازاي يلعبها على بطن رجل اللعيب اللي هيجيله سواء كوكي او انطوان جريزمان اللي هينزل او جو فيليكس اللي هينزل، يعني حرفيا اللعيبه دي ملتزمه حتى بالاوت من بره. سيموني بيقول لهم على الاوت هيلعبوا ازاي. فاحنا بنتكلم على فرقه عندها التزام تكتيكي رائع جدا جدا جدا. فلما يكسبوا تدي تحيه وتقدير لمدير فني زي سيموني اللي عامل لهم هويه دفاعيه، ولما يخسروا تشتم في سيموني انه برضه هو المدير الفني اللي عامل لهم هويه دفاعيه ما بيخليهمش يصنعوا كور هجوميه كتير. اما الناحيه الثانيه فارال فرانجينيك ما ينفعش انك تحاسبه على اي حاجه لان مدير فني بيجي في نص الموسم بيلبس الليله كلها المدير الفني اللي بدا الموسم، وبصراحه الفرقه اللي كان محضرها السيد اوليجونو سولتشاير محتاجه كلام كتير قوي، لان عندك اربع باكات اثنين شمال واثنين يمين لا يصلح ان هم يكونوا موجودين في مانشستر يونايتد، سواء لوك شو ناحيه الشمال او سواء اليكس تريس او الناحيه الثانيه دالوت او ارون بيساكا، اعتقد ان الناس دي
موجودها في مانشستر يونايتد الموضوع صعب حتى في نص الملعب. فريد بدا يظهر الفتره الاخيره، فريد بدا يقدم اداء ممتاز الفتره الاخيره، اسكوت ماكدوناي مستواه في تراجع، نيمانيا ماتش كبير، خوان ماتا الناس نزل نسيت حرفيا اخر ماتش لعبه امتى. فانت بالنسبه لسكواد مانشستر يونايتد ما اعتقدش ان كريستيانو ينفع يشيلها لوحده خالص. بس كانت مباراه جميله جدا تكتيكيا، انها مباراه كفرجه وكمتعه ما فيهاش اي حاجه خالص ممكن تتكلم فيها. اتلتيكو مدريد استحق الانتصار؟ اه استحق الانتصار، لان هو زي ما قلت لك الفرقه اللي عندها شكل افضل بكتير جدا من الفرقه اللي مضيها شويه فرديات. لو عجبك الفيديو اعمل لايك، ما عجبكش الفيديو فرايك واختار.